معمول المد بالفستق، يكفي من 8 إلى 10 أشخاص. الأدوات: جات فرن دائري بقطر 35 سنتيمتر. المقادير: للقطر 100 جرام أو نصف كوب سكر، 3 ملاعق طعام ماء، ملعقة صغيرة عصير ليمون. للعجينة: 300 جرام أو كوبان وربع طحين، 200 جرام أو كوب وربع سميد ناعم جدا، 300 جرام أو كوب وثلث سمنة حيوانية باردة، 100 جرام أو نصف كوب سكر، 120 ميلي أو نصف كوب ماء مثلج، ملعقة صغيرة خميرة جافة. للحشوة: 300 جرام أو كوبان ونصف فستق أخضر غير مملح مفروم، ملعقة طعام سكر، ملعقة طعام ماء. طريقة التحضير: للقطر نقوم بغلي السكر والماء ونحرك حتى يذوب السكر، نضيف عصير الليمون ونحرك ثم نتابع الغلي لمدة دقيقتين. للعجينة نضع الطحين والسميد في وعاء ونفركه مع السمنة حتى يتجمع ويتشكل ككرة عجين. من المهم أن تبقى العجينة في هذه المرحلة باردة. في حال بدأت السمنة بالذوبان، عندها ينبغي أن نضع العجينة في البراد حتى تبرد من جديد. نترك العجينة في البراد لترتاح مدة 10 دقائق. ندعك العجينة حتى تصبح ناعمة الملمس. أثناء عملية الدعك نضع العجينة في البراد لتبرد، إذ يجب أن لا يتجاوز درجة حرارتها 400 مئوية. في وعاء صغير نمزج الخميرة مع السكر والماء ونحرك جيدا حتى يذوب السكر تماما، ثم نضيف هذا المزيج إلى العجينة. في هذه المرحلة لا ندعك العجينة، بل ببساطة نخلطها مع السائل. ننقل العجينة إلى وعاء مسطح وندعوها ترتاح لمدة 10 دقائق. للحشوة نمزج الفستق والسكر وماء الورد والماء في وعاء. نحرص على أن يتم ذوبان كامل السكر. نضيف 5 ملاعق طعام من القطر المبرد ونمزج حتى نحصل على معجون. نضيف المزيد من القطر عند الضرورة. صنع المعمول: نبطن جات فرن بنايلون غذائي ونحرص على أن يمتد خارج حواف الجات وننثر القليل من الطحين عليه، ثم نقسم العجينة إلى نصفين. نأخذ أحد نصفي العجينة ونضعه في الجاط على النايلون الغذائي ونمده حتى يتوزع بشكل متناسق في الجاط. نكرر ذات العملية مع النصف الثاني من العجينة. نقوم بتنفيذ نفس العملية مع خليط الفستق ونضعه جانبا في درجة حرارة الغرفة. ندهن جاط الفرن بسمن حيواني وذلك باستخدام فرشاة، ونقلب أحد نصفي العجينة عليه ونرفع عنه النايلون الغذائي. نكرر نفس العملية مع الحشوة، وبذلك نغطي النصف الأول من العجينة، وبعد ذلك نكرر نفس العملية مع النصف الثاني من العجينة لنغطي به الحشوة، ثم نقوم بالضغط بهدوء على سطح العجينة. نغطي السطح بنايلون غذائي ونستعين بجاط آخر للضغط بلطف على سطح العجينة حتى يصبح ناعم الملمس. ننزع ورق النايلون ونمرر الطرف الخلفي لسكين على طول جوانب العجينة، ثم نقطع المعمول بشكل معينات مع الحرص على أن نمرر السكين بشكل عميق حتى يتم القطع بشكل كامل. نخبز المعمول لمدة 12 دقيقة في الفرن المسخن مسبقاً حتى الدرجة 200 مئوية. نضع قطع المعمول في طبق تقديم ونزينه.